طب انا هسأل سؤال، اتفضل. انت حضرتك مع، يعني سيبنا من الاجتماع الخاص، الاجتماع الخاص ده ليه ظرف استثنائي، مع الانتخابات تجرى في المقرين؟ نعم هو نعم. طب وعايز اقول لك، وعايز اقول لك، هسأل سؤال. اذا لم يفعل، اسمع، واذا لم يفعل مجلس الاداره ولم يفعل هذا محمود طاهر، انا احاسبه. قول لي ليه، قول لي ليه. اتفضل. انا النهارده خلينا نعترف، المقر اللي في مدينه نصر ده اسمه النادي الاهلي ولا اسمه حاجه ثانيه؟ النادي الاهلي طبعا. اسمه النادي الاهلي. اللي في الجزيره النادي الاهلي طبعا، اللي في الشيخ زايد النادي الاهلي، كلهم النادي الاهلي. حلو. انا راجل، انا كان جزء من اقتراحاتي الانتخابات تجرى في المقرين، الاجراءات نقعد شوف. انا كنت متخيل الناس تقول ايه، مش دي القضيه، احنا القضيه عايزين نعمل انتخابات شفافه ونزيهه ونضمن انها انتخابات لم يعطى فيها صوت باطل. كويس، ماشي كده؟ كويس. دي اللي احنا نبحثه. كويس. مش نبحث هو هنا ولا هنا. كويس. وبعدين ننصب نفسنا اوصياء زي النغمه اللي شغاله دلوقتي. لا ده وصي ولا ده وصي. لا لا لا، انا لما اقول لا يعني. انا لما اقول انا اخشى ان النادي الاهلي يتقسم، انا بشكك، انا بشكك اللي بقيت. لا لا، انا بشكك في اعضاء، في نوايا. انا بشكك برضه في نوايا كده. رايك انا على راسي. لا، مفيش ديمقراطيه في اللي انت بتقوله يا بابا. اللي هو ايه، اللي هو ايه؟ انك انت اي راي. امال ده مطروح رايي. لا استناني بس، هو ده مطروح ليه للحوار؟ نناقشه عشان نناقشه. طب انا مش موافق على حاجه فيه. حقك. لا، ما انت مش معترف انه حقي. لا انا هسال. انا بدلل على مخاوفي يا فندم. انا بدافع عن تهمه. طب اسمع بس، اسمع. لا لا لا، انا بدافع عن تهمه. عندك خلاف. انا بدافع عن تهمه انتوا بتلصقوها باللي بيعملوا. عندك خلاف ان المهندس محمود طاهر كان احد المقربين ومحل ثقه الكابتن صالح سليم؟ في خلاف في هذا؟ لا لا. وان المهندس محمود طاهر دائما كان يقول ان الكابتن صالح سليم زي ما انا بقول وزي ما ناس كتير بتقول. انت يمكن ما بتقولش، لكن ناس كتير كانت بتقول هذا الكلام. ليه ما بقولش ليه؟ لا، انت شهاده لله ان عمرك ما اعترفت بهذا. انت وهذا بيزيدك فخر وشرف لانك كنت جريء وكنت معلن رايك. كويس. لكن احنا بنقول ان اللي ملوش كبير، وانت راجل فلاح، بيبقى له كبير، بيشتري له كبير. النهارده كابتن صالح سليم في التاريخ بتاعنا زي ما هو كان كبير، ومختار التتش، مختار التتش كان كبيره تراث كبير جدا، كان كبرنا الكابتن صالح، كبرنا وهو عايش وهو متوفي، مش نتيجة استحضار روحه، نتيجة مواقفه. هذا